بقول لك ايه؟ الاستاذ احمد فؤاد سليم. العاصمة الإدارية. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. ايه الجمال والابداع ده؟ وحضرتك لسه شفت حاجة؟ ده العاصمة دنيا تانية. بسم الله ما شاء الله، حاجة عظيمة جدا. ايه ده؟ هو حضرتك شغال هناك؟ اه شغال هناك، مهندس مدني في الحي السكني. ربنا يوفقك. اخوك؟ لا احنا جيرانه بس. اه دي حقيقه، بس كتر خيره باشمهندس جايب لنا هو شغل في العاصمه الاداريه. حضرتك رحت هناك قبل كده؟ لا انا اول مره اروح، انا رايح مدينه الفنون والثقافه، عندنا شغل هناك. ربنا يوفق حضرتك. لو تؤمر باي خدمه يا فندم تحت امرك، انا مشرف على مشروع هناك. تعيش، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. المصريين طول عمرهم بيبهروا العالم بصبرهم وإرادتهم. ده صحيح. على فكرة أنا كنت عسكري مجند في الدفاع الجوي قبل حرب أكتوبر. لما كنت أسأل القائد بتاعي بقول له يا فندم هنقدر نعبر القناة؟ كان يقول لي بالإرادة هنقدر. كلامه لحد النهاردة لسه محفوظ في خيالي. إرادة المصريين مش كلمة بنزين بيها الكتب والجدران، إرادة المصريين حقيقة اتحققت في كل مرحلة من مراحل حياتنا. الإرادة دايماً بتغير الواقع وبتحافظ على مكانة مصر وريادتها. عبر التاريخ مصر دايماً كان ليها أهداف بتحاول تحققها وبتسخر كل إمكانياتها عشان توصل لها، ومفيش حاجة وقفتها. ممكن تكون مصر تألمت لكن عمرها ما سلمت، والتاريخ ادانا رسائله اللي أكدت إن ولادها ما عندهمش مستحيل. زمان لو أجدادنا قالوا إن الحجر تقيل ما كانوش بنوا الأهرامات، وهي الأهرامات بن رمز لحضارتنا وبتساهم في بناء مستقبلنا. 5000 سنة كان فيها تحديات كبيرة جدا، قدرنا نهزم العدو، قدرنا نبني الهرم، قدرنا نعمل أعمال عظيمة بتظهر تحدي المصريين. ولو قالوا إن حفر القناة هيقعد سنين ما كناش حفرناه، وهي قناة السويس بينا أصبحت شريان للعالم بين الشرق والغرب. ولو كانوا قالوا إن بنا السد مستحيل ما كناش بنيناه، بالرغم من إن إحنا دفعنا دم كتير من دم ولادنا في العدوان الثلاثي، لكن اتبنى السد العالي وهو بينظم ميتنا ومصدر من مصادر طاقتنا. دفعنا تمن إرادتنا بدمنا. 5 يونيو 67 قالوا خلاص المصريين مالهمش في سينا وجود، لكن ده ما هزمش إرادة المصريين، لأن مصر كانت عارفة طريقها وهدفها في مواجهة التحدي.
ولما قالوا لجنودنا إن خط بارليف منيع حطمناه وعبرناه بفضل توفيق الله وإرادة الشعب وإخلاص جيشه في حرب أكتوبر العظيمة، وأثبت الشعب والجيش إن مفيش مستحيل، حققنا النصر واستعدنا الأرض. فهذا الشعب هو صاحب الأسلحة التي حققت المعجزة، هي أسلحة لم تصنع من الفولاذ فقط، وإنما صنعت أيضاً بالإيمان والإصرار، صنعت بالعناد والعرق، صنعت بالدم والتضحية وقوة الاحتمال. وصلت مصر مسيرتها لإعادة البناء في ظروف صعبة وتحديات ما بتنتهيش. ولما مرت ليام والسنين وحصل في مصر ثورات، وصلنا لـ30 يونيو اللي كان أهدافها العدالة والكرامة والخوف على المستقبل، مستقبل بلادنا ومستقبل ولادنا، وبإرادة شعب وحماية جيشنا حافظنا على وجودنا وحدودنا ورجعت مصر من تاني. لن يستطيع أحد بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة المصريين اللي غيرت في 25 يناير وفي 30/6، غير قابلة أبداً إن حد يستطيع أن يقر هذه الإرادة. هننجح وحنتقدم، لأن إحنا المصريين بنسعى للسلام وبنسعى للأمن والاستقرار والبناء والتعمير والخير. توج المسيرة بجمهورية جديدة فيها العدل والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان والتنمية والبناء، عشان نحمي المستقبل، مستقبل بلادنا وولادنا. يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، ممكن حضرتك بس نصور معك سيلفي؟ طبعا. تمام، تعال تعال. يلا يا جماعة، حافظوا عليه، حافظوا على بلد، ربنا يبارك فيك يا رب، شكوا بخير. يا سلام سلام. وبإرادتنا حددنا الهدف وحققناه، خدنا القرار وبنطور بلدنا في كل المجالات. شعب مصر الأبي العظيم إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة، للمضي قدما نحو المسار الذي اخترناه معا لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. إرادتنا دايماً بتتغلب على تحدياتنا، ولو كانوا زمان وقفوا لما أحبطوهم كان وقف التاريخ، لكن إرادتنا هي التاريخ، نحافظ عليها، نحافظ على تاريخنا.